25 مايو 1969 صباحا قاد العقيد جعفر النميري انقلاب ضد حكومة الرئيس السوداني اسماعيل الازهري، معلنا استيلاء القوات المسلحة السودانية على السلطة في البلاد، وقام بتكوين مجلس قيادة للثورة برئاسته، وترقى في نفس اليوم الى رتبة لواء. بعد نجاح الانقلاب اتخذت قياداته خط العداء مع الحركة المهدية، واللي بتعتبر اكبر الطوائف الدينية في السودان، واللي اسسها محمد احمد المهدي عام 1881، وقدرت انها تطرد الحكم التركي المصري من السودان وقتل الجنرال البريطاني تشارلز جوردن الحاكم العام للسودان، واقامة الدولة المهدية من عام 1885 حتى عام 1899. كان وقتها الهادي المهدي هو إمام الحركة المهدية، وهو حفيد مؤسس الحركة، وكان مقيم في جزيرة أبا. وكان للحركة المهدية حزب الأمة، واللي أسسه عبد الرحمن المهدي نجل مؤسس الحركة المهدية من كيان الأنصار، واللي بأيده الفكرة المهدية. كان رئيس حزب الأمة السوداني وقت انقلاب النميري هو الصادق المهدي، وهو ابن أخو الإمام الهادي المهدي، واللي كان تولى رئاسة وزراء السودان في الفترة من عام 1966 إلى عام 1967، لما اتخذ قادة الانقلاب خط العداء مع الحركة المهدية وقاموا بمهاجمتها وتهديد أتباعها. بدأ عشرات الآلاف من أنصار الحركة المهدية في التوجه إلى جزيرة أبا لإحساسهم بالخطر على الإمام، وكان تسليح الأنصار في الجزيرة عبارة عن حراب وسيوف وبعض السلاح الناري العتيق. في الوقت ده طلب قادة الانقلاب من الصادق المهدي رئيس حزب الأمة الذهاب للخرطوم للتفاوض، مع وعد بعدم التعرض ليه. وعلى الرغم ان عمه الامام الهادي المهدي نصحه بعدم الذهاب للخرطوم، الا انه سافر للخرطوم والتقى بجعفر النميري وطلب منه بعض الطلبات. وقتها بلغوا النميري انه محتاج لوقت للتشاور مع اعضاء مجلس قيادة الثورة. وفي اليوم الثاني للقاء الصادق المهدي مع جعفر النميري، قرر قادة الانقلاب القبض على الصادق المهدي وإرساله إلى المعتقل. ولما وصل الخبر لجزيرة أبا، بدأ أنصار الحركة يكونوا أكثر حذراً وتوقعوا غدر الحكومة. وصلت رسالة إلى الإمام الهادي المهدي إن الرائد فاروق حمد الله وزير الداخلية بيطلب مقابلته في الجزيرة للتباحث. وافق الإمام وتمت المقابلة داخل سرايا الإمام. وأثناء الاجتماع كانت طائرات النظام تحلق على ارتفاع منخفض فوق الجزيرة. تحدث الوفد الحكومي المصاحب لوزير الداخلية وطالب بضرورة إنشاء نقطة للشرطة بالجزيرة حفاظا على الأمن. فاعترض ممثلين الإمام وقالوا إن الجزيرة ليست بحاجة إلى نقطة شرطة، فالأمن مستتب ولم تشهد طول تاريخها أي جريمة قتل أو ما يعكر صفوف الأمن، وإن جميع الخلافات اللي بتنشأ داخلها بيتم حلها بشكل ودي. بعدها جاءت مطالب الإمام في 6 نقاط: إزالة الواجهة الشيوعية للنظام، الإفراج عن الصادق المهدي أو تقديمه للمحاكمة لمواجهة التهم المقدمة ضده إذا كانت هناك تهم، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين أو تقديمهم للمحاكمة، إعادة الحياة النيابية، وإجراء استفتاء على مسودة الدستور الإسلامي، عودة الجيش إلى سكناته، منع التدخل الأجنبي. تسلم وزير الداخلية المطالب ووعد بدراستها مع بقية أعضاء الحكومة. أيام قليلة مرت بعد ذلك وأهل الجزيرة في انتظار رد الحكومة، وكان رد الحكومة في تأميم أحد أملاك دائرة المهدي وتعزيز حاميات عسكرية بالقرب من الجزيرة. وأصبح عادي أن يرى أهل الجزيرة طائرات النظام تحلق يوميا على ارتفاع منخفض فوق سماء جزيرة أبا. أواخر فبراير عام 1970 اكتمل وصول السلاح، واللي أرسله الشريف حسين الهندي إلى جزيرة أبا من أثيوبيا في تكتم شديد حتى لا يصل خبر السلاح إلى الحكومة. وبدأ الأنصار في التدريب على الأسلحة واللي كانت جديدة عليهم، زي مضادات للطائرات وقاذفات خارقة للدروع. وبعد اكتمال التدريب تم وضع خطة دفاعية، وانتظرت القيادة هجوم الحكومة. وكانت خطة الإمام تتلخص في تلقي الضربة الأولى ثم الصمود في مواجهة الحكومة لمدة 3 أيام، يتمكن خلالها المؤيدين داخل الجيش وخارجه من التنظيم والتجمع والاستيلاء على السلطة. وصلت الأنباء من أجهزة الإعلام عن عزم النميري زيارة منطقة الأنصار بالنيل الأبيض وجزيرة أبا، فزادت الأوضاع توتر ورفض الإمام الزيارة. ومع رفض الإمام للزيارة أعلن النميري إصراره وتمسكه بزيارة المنطقة. تحركت مركب النميري ووصلت إلى الدويم، وهناك واجه النميري أسوأ استقبال ممكن أن يلقاه حاكم، والجماهير محتشدة تردد شعارات ضد النظام، وتكرر المشهد في أم جر. فقرر النميري الانسحاب حفاظا لماء الوجه بحجة تعرضه لهجوم من أحد الأنصار، وانسحب النميري ووفده عائدا إلى الخرطوم. مرت الباخرة بمحاذاة جزيرة أبا، فارتفعت الأصوات مرددة هتافات الأنصار ضد النميري، وأطلقوا نيران البنادق في الهواء. رجع النميري غاضبا وقرر إنهاء الوضع والتخلص من الحركة المهدية وأنصارها.
26 مارس 1970 التاسعة والنصف صباحا، دخلت قوة مدرعة للجزيرة عن طريق جسر ترابي، وأثناء تقدم الطابور المدرع فوجئ قائدها بموانع من القضبان الحديد وجذوع الأشجار وكتل الأسمنت، وقام الأنصار بكسر الجسر خلف القوة لمنعها من التكهكر. أخرج قائد القوة منديل أبيض كعلامة للاستسلام، فذهب ليه مندوب الإمام فبلغوا قائد القوة أنه مندوب من الضباط الأحرار للتفاوض مع الإمام. أخذ مندوب الإمام قائد القوة لمقابلة الإمام، سمع الإمام شروط قائد القوة للتفاوض، بعدها أمر بحمايته وأفراد قوته حتى خروجهم من الجزيرة. 27 مارس 1970 ظهرا اقتربت قوة من 8 مدرعات من الجزيرة، وفي نفس الوقت ظهرت طيارتين من نوع سكاي هوك تحلقان فوق الجزيرة وقامت بقصف الجزيرة وسرايا الإمام، وبدأ الأنصار بالرد بنيران كثيفة دمرت مدرعة، وقامت باقي المدرعات بإطلاق وابل من نيران قذائفها على منازل الجزيرة. وأثناء تبادل النيران أصابت قوات الأنصار أحد الطائرات فانطلقت تتبعها سحابة كثيفة من دخان أسود. فجأة ظهرت مجموعة كبيرة من الأنصار المقيمين على الضفة الشرقية من النهر وسط أشجار الغابة، وانقضوا على المدرعات بالحراب والسيوف، والمدرعات ترد الهجوم وتسحق الرجال تحت إطارتها. بعدها عبر الأنصار من الجزيرة وهجموا على المدرعات وبدأوا في عملية الالتحام، فانسحبت المدرعات، وكانت نتيجة المعركة قتل 8 من قوات الأنصار المدربة و73 من سكان الجزيرة وجواريها، وأكثر من 100 جريح، وقتل 11 من القوات الحكومية. ومع بداية القتال خرج الطبيب الوحيد داخل جزيرة أبا هاربا، وما كانش في المستشفى إلا 2 ممرضين. في صباح اليوم الثاني حلقت الطائرات ووزعت منشورات تحتوي على إنذار بإخلاء الجزيرة، وفي مدينة أم درمان وفي حي ودنوباوي قلعة الأنصار سير الأنصار مسيرة صامتة، رفعوا شعارات تندد بضرب الجزيرة، فقابلتها قوات النظام بمذبحة بشرية، تعرضوا للضرب بقذائف اللهب والقصف بالدبابات. الأحد 29 مارس 1970 قامت القوات الحكومية بقصف الجزيرة بقذائف ثقيلة والقصف من طائرات المج 21. الاثنين 30 مارس جاءت توجيهات الإمام لجميع النساء والأطفال والشيوخ بمغادرة الجزيرة بأي وسيلة ممكنة، وأجمع مجلس شورى الأنصار على ضرورة هجرة الإمام الهادي وتسليم الجزيرة حقنا للدماء والإعداد لمعركة أخرى تكون حاسمة. الثلاث 31 مارس 1970 قام الأنصار بعملية عسكرية خارج الجزيرة لشغل القوات الحكومية بمعركة جانبية تسهل عملية خروج الإمام، وبالفعل استطاع الإمام مغادرة الجزيرة الساعة 1 صباحا. وفي صباح نفس اليوم ذهب بعض قيادات الأنصار لمقابلة قائد القوى الحكومية وطلبوا منهم وقف القصف على الجزيرة وبلغوهم بالاستعداد لتسليم الجزيرة، فطلب قائد القوى الحكومية بتسليم الجزيرة والإمام وترك قوات الأنصار أسلحتهم ومغادرة الجزيرة. 1 إبريل 1970 ظهرا دخلت قوة المدرعات للجزيرة، فتجمع أهالي الجزيرة خارج القرية، فقامت قوة المدرعات بفتح النيران على تجمع الأهالي وقتلت 50 من الأهالي العزل. غادر الإمام إلى الحدود السودانية الأثيوبية، وعند وصوله للحدود الأثيوبية قتل الإمام ودفن في مكان غير معلوم. في الموقع تحت الجزيرة أبا يوم 29 قامت أحداث ودنوباوي، اللي هي أحداث ودنوباوي الأنصار طلعوا بمظاهرات عشان يخففوا الضغط على الجزيرة أبا. النظام رسل لهم قوة من المهندسين، القوة دي لما وصلوا ودنوباوي استضدوا لها الأنصار وقتلوا القوة عن بكرة أبيها، فيهم عقيد اسمه جنكيز خان محمد حسن، فيهم معاوي سدرات أخو سدرات دبعتنا، فيهم الملازم الباكر، ما طلع إلا شاويش واحد يعني صدروا لهم ذبحوهم كلهم. في نفس الوقت المعركة بتاعت الجزيرة أبا الأنصار قدروا يحرقوا محلج ربك، يعني عملوا حريق كبير جدا في ربك في المحلج، كل البطن يتحرك واشتعلت النيران. القوة دي برضو استضلها الحامية بتاعت الخرطوم والشمالية، هم طار منسحبين دمروا وأسقطوا برج بتاع كهرباء، الكهرباء قطعت، يعني كانت في مقاومات وأصلا يعني مشهورين الأحداث أصلا أحداث الجزيرة أبا ودنوباوي يعني مقرونة ببعض. نعم. بيقول الكاتب محمد حسنين هيكل في كتاب مبارك وزمان ومن المنصة إلى الميدان، لما وقعت أحداث جزيرة أبا أرسل الرئيس جمال عبد الناصر نائبه أنور السادات ورئيس أركان حرب سلاح الطيران اللواء محمد حسن مبارك للسودان لمساعدة الرئيس جعفر النميري على مواجهة التمرد، فطلب جعفر النميري ضرب مواقع المهدي في الجزيرة بالطيران المصري، فرفض طلبه وقيل ليه أنه لا يمكن للطيران المصري أن يسفك دما سودانيا، فلجأ النميري إلى السوفييت واللي قاد خبرائهم 3 طائرات من نوع ميج 17 وحلقوا بيها فوق جزيرة أبا في مظاهرات تخويف حققت الهدف دون قصف. وبضيف هيكل في أعقاب أحداث مراكز القوى عام
1971 ترك الرئيس أنور السادات ليه مجموعة أوراق كانت في مكتب سامي شرف الدين مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر، وقال له خدها أنت بتحب الورق القديم وعندك الصبر لقرايته. بيضيف هيكل أنه لم يفحص الأوراق إلا لما ترك العمل في جريدة الأهرام، وبيضيف أن سامي شرف الدين أسلوب عمله أنه بيسجل بخط إيديه اللي بيسمعه في التليفون وبيعرضه في الحال على الرئيس جمال عبد الناصر، وبيضيف أنه وجد في أحد الحقائب وثيقة بخط يد سامي شرف الدين مكتوبة في 1 إبريل عام 1970، وكانت مكالمة من السودان بين أنور السادات وسامي شرف الدين، وكان من ضمن فقرات الوثيقة أن مبارك وضع تقرير عن سبت القنابل اللي بعتناه وكان سبب نجاح العملية وكانت نتيجته قوية جدا. بيضيف هيكل ان بعد مقتل الامام الهادي المهدي راجت حكاية عن شحنة متفجرة وضعت داخل سلة من ثمار المانجو وصلت للامام الهادي، وقيل ان اللواء حسني مبارك وهو الرجل الثاني في بعثة الخرطوم مع السادات هو اللي خطط للعملية، حتى ان وسائل الاعلام السودانية لما اصبح مبارك رئيسا اتهموه مباشرة بانه اليد الخفية اللي دبرت لقتل الامام. وبيضيف هيكل ان بعد تركه للاهرام والقطيعة مع رئيس السادات تكررت بينهم اتصالات ولقاءات في عام 1974 وعام 1975، وانه في شهر مارس 1975 التقى بالرئيس السادات واللي عرفه انه بيفكر يعين حسني مبارك نائب للرئيس. فقال له هيكل ان مبارك دارت حوله اشاعة في قضية اغتيال الامام الهادي، ومن الممكن ان القضية تعود الى التداول في الخرطوم فور اعلان تعيينه نائب. رد السادات وقال له مشكلتك انك بتصدق الاشاعات. رد هيكل وقال انت بنفسك حكيت القصة في التليفون لسامي شرف الدين، وسامي سجلها بخطه لعرضها على الرئيس جمال عبد الناصر، وان اللي كتبه سامي شرف الدين عندي في الاوراق اللي اديتها لي. فسألوا السادات مسرعا عندك الورقة اللي كتبها سامي شرف الدين؟ رد هيكل انها موجودة لكن في اوروبا، وذكروا انه استأذنوا في وقت سابق انه يخرج اوراق مهمة برا مصر خوفا عليها من تربص صراعات السلطة واللي كانت موجودة بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، وقال له انه هيجيبها من اوروبا. وبيضيف هيكل انه فكر الرئيس انه من الممكن ان الامريكان يكونوا سجلوا مكالمته الاصليه مع سامي والسوفييت واسرائيل، فمن الممكن ان في اطراف تانية تعرف القصه، ومن الممكن يكونوا محتفظين بتسجيل كامل لحديثه مع سامي شرف الدين بصرف النظر عن اي ورقه مكتوبه. اخذتنا بعد كده تطورات الاحداث، فلا الرئيس السادات عاد وطلب الورقه ولا انا رجعتها من اوروبا. تحرك موكب الإمام إلى مدينة الكرمك واللي بتقع على الحدود الأثيوبية السودانية، ولما وصل بالقرب من قرية أناسا شاهدوا مواطن سوداني يدعى أبو بكر وهو من عمال الطرق، وسألوه عن أقرب منطقة يجدوا فيها ماء، فدلهم على قرية أناسا واللي كانت على بعد ميلين. فتحرك الإمام ومرافقيه إلى قرية أناسا، ولما وصل جلس ومرافقيه مستظلين بالأشجار الكثيفة في تلك المنطقة الوعرة. قام أبو بكر واللي ما كانش اتعرف على الإمام بإبلاغ السلطات الإدارية في مركز الكرمك بوجود ما أسماهم بمهرب السلاح، علشان كانت المنطقة مشهورة بتهريب السلاح من أثيوبيا. فوصلت قوة إلى مكان تواجد الإمام والمجموعة المرافقة ليه وحصروهم وتم تفتيشهم ولم يتعرفوا على الإمام. وأثناء التفتيش قام الفاضل ابن الإمام بمقاومة عنيفة أدت لتدخل الإمام لحماية ابنه وفض النزاع، إلا إن أحد الجنود بادر بإطلاق رصاصة من بندقيته أصابت الإمام في فخده الأيمن فجلس على الأرض، فقال ابنه بحدة اللي ضربته الإمام الهادي. وقع الجميع في حالة من الدهشة، وتساءل مرافقه الإمام عن كيفية التصرف والإسراع بإسعافه. فقام قائد المجموعة بعزل الإمام ومعاه اتنين من مرافقيه ووضعهم تحت حراسة 5 جنود، واقتاد باقي المرافقين مقيدين بالجنازير إلى مدينة الكرمك بحجة إرسال عربة أكبر لاقتياد الإمام. ولما وصل قائد المجموعة لمدينة الكرمك قام بإرسال رسالة إلى الخرطوم لإطلاع المسؤولين على الموقف. في الوقت ده كان توفى الإمام بسبب النزيف، وتم قتل الاتنين المرافقين ليه، وتم دفن الإمام ومرافقيه في منتصف الطريق بين الدمازين والكرمك. اجتمع مستشاروا الإمام معه وقرروا حقنا للدماء يهاجر الإمام، وجاب واحد من أنصار كبار أنصار اسمه خالد محمد إبراهيم وقال له ترفع الراية البيضة وتسلم الجزيرة، أما أنا فسأهاجر شرقا إلى إثيوبيا. وذهب هو معه تاني 9 إلى هذه الهجرة التي في تفاصيل كثيرة، لكن أهم ما فيها أنهم عندما وصلوا إلى قرب الحدود السودانية الإثيوبية الجنوبية الشرقية كانوا قد انقسموا، ناس مع الإمام وناس آخرون كانوا على دفعتين. هنا حصلت ملابسات، لكن أهم ما فيها أن عسكري ضرب الإمام لأنه وقعت مشادة ما بين ابن الإمام اللي كان معه اسمه الفاضل، وظن هذا العسكري أن الإمام عايز يخرج مسدس. المهم في هذا الأثناء هذا العسكري ضرب الإمام في فخذه، ما كان يعلم أن هذا هو الإمام. القيادة الشرطة في ذلك الموقع أرسلوا لنميري في الخرطوم
وكانت التعليمات اقتلوهم جميعا، وادعوا أن هؤلاء قتلوا في تبادل النيران بين الطرفين. لا عرفوا أن الإمام، كانوا فكروا أنهم يسعفوه، لكن كان واضح أن التعليمات اللي جات اتركوه ينزف حتى يموت، أيوة، أن يقتل هو ذاته، يعني هو يقتل ويقتل معه سره أحمد مصطفى سيد سيف الدين الناقي، أولئك الذين كانوا معه مباشرة، الآخرون كانوا مفصولين منه. أما هو والسيد محمد أحمد مصطفى خاله والسيد سيف الدين الناقي اللي هو كان ملازمه قتلوا، تعليمات أن يدفنوا في مكان غير معروف، صورة لا يعرفها أحد. اتهم حسني مبارك شخصيا عن قصف جزيرة أبا جون بسبب قيام الرئيس جمال عبد الناصر عام 1969 بتوقيع ميثاق طرابلس مع جعفر النميري ومعمر القذافي، واللي كان أقرب لاتفاق مبادئ، واللي كان أحد بنوده أن الميثاق يدافع عن أي واحد منهم يتعرض للخطر، كمان لكون مبارك وقتها قائد سرب الطائرات الاستراتيجية تراست بلوف، واللي كانت قادرة على الإقلاع من مصر للدول المجاورة والعودة مرة أخرى بدون الحاجة للتزويد بالوقود، كمان لأن مصر امتنعت عن التعليق على هذا الاتهام. سأل الدكتور يونان لبيب رزق الرئيس مبارك عن دور مصر في أحداث جزيرة أبا، فقال مبارك إن الجيش السوداني وقتها كان بيمتلك طائرات عسكرية مقاتلة وقاذفة، وما كانوش في حاجة إلى تدخل أي دعم جوي من الخارج، خاصة إن تسليح الأنصار اقتصر على البنادق القديمة والسيوف والحراب. ولما وصلت الخرطوم برفقة أنور السادات النائب الأول للرئيس جمال عبد الناصر، وقتها كان الجيش السوداني حسم مصير المعركة في جزيرة أبا، فسألوا الدكتور يونان لماذا لم تبادر مصر نفي الاتهام، فكان جوابه أن نفي النفي يعني الإثبات، وأن التاريخ لا يسجل سوى الحقائق لا الشائعات ولا الأكاذيب.